السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواصلة لموضوع التقليم، في هذا الفيديو راح نتكلم عن الأنواع الأساسية للتقليم. طبعا في أنواع كثيرة، ولكن راح نحصرها على أساس نفهم الموضوع بشكل أحسن. راح نحصرها إلى 4 أنواع من التقليم. النوع الأول اللي هو إزالة الخشب الميت أو الآفات من النبتة أو الشجرة. النوع الثاني اللي هو بناء الهيكل الأساسي للنبتة وبناء الشكل الرئيسي للنبتة نفسها. النوع الثالث من التقليم اللي هو بناء الكثافة، على أساس نبني كثافة في النبتة نفسها. والنوع الرابع اللي هو التحجيم والتحكم في الحجم، بغض النظر كان للتحكم في ارتفاع الثمر أو ارتفاع الشجرة نفسها أو النبتة. هذه المبدأ راح ينطبق أيضا على النبتات اللي في الأصايص أو في الأرض من ناحية أشجار وكذا. راح نتكلم عن كل نوع بالتفصيل، فراح ندخل في كل نوع ونتكلم عنه ونبينه بشكل بسيط وسريع إن شاء الله. مثل ما ذكرت، النوع الأول اللي هو إزالة الأجزاء الميتة. مثلا عندي هذه شتلة الرمان اللي زرعتها من بذرة، فعندي هذه الجزء، هذا الجزء ميت، فيجب أن أنا أزيله. إحنا نزيل الأجزاء الميتة لأن الخشب الميت مع المطر حتى مع الري راح يتعفن، وراح العفن ينتشر في النبتة وراح يسبب مشاكل للنبتة من ناحية أوراق، من ناحية الخشب نفسه، فيسبب مشاكل الخشب الميت، فيفضل أن نزيله على طول. وراح نتكلم في فيديو عن إزالة الخشب الميت متى يكون وكيف. الشيء الثاني اللي هو بنفس الطريقة، لو شفت بعض الأغصان أو بعض الأوراق فيها مثلا فطريات، بدال ما أنا أعالج وأرش، ممكن أن أنا أقلم وأزيل هذه الجزء اللي فيه فطريات وأنقذ النبتة بدال ما أرش وكذا. فهذا المبدأ الأول اللي هو التقليم الأجزاء الميتة أو المصابة بالأمراض أو الفطريات وكذا. فهذا النوع الأول من التقليم. النوع الثاني اللي ذكرناه من التقليم اللي هو بناء الهيكل الأساسي للنبتة. في أنواع من النباتات أو الأشجار بالأحرى لازم نبني لها هيكل بطريقة معينة. مثلا عندي هذه الشجرة أو الشجيرة، الهيكل اللي قاعد أبني عندي ساق رئيسي، بعدين ينفصل إلى 2، من 2 إلى 4، من 4 إلى 8، وبهذا الشكل، يعني شكل هرمي خلنا نقول. فأبغي تفرع متدرج أو هرمي. فنلاحظ عندي هنا هذه نقاط تقليم، في أغصان ثانية طلعت، فأزيلها على أساس أبني هذه الهيكل. هذه التشكيل أو التقليم من ناحية التشكيل أو بناء الهيكل الأساسي، لأن إحنا لما نقطع الغصن، الغدد اللي تحت القاطع راح تنشط وراح تخلق لي أغصان جديدة، لأن الطاقة ما توصل مكان، فتوصل إلى هذه الغدد فتنعشها وتبتدي تنمو وتخرج لي أغصان. فهذه من ناحية بناء الهيكل مثلا، إذا بغينا نشكل شجرة ونبني هيكلها، وراح نفصل هذا الموضوع في فيديو أو سلسلة من الفيديوهات. في عندي نبتة صغيرة وحاب أن أبتدي فيها تشكيلها، فراح نبين هذا الشيء إن شاء الله. النوع الثالث اللي ذكرناه من التقليم اللي هو بناء الكثافة. فمثل مثلا عندنا نبتة الجهنمية، الجهنمية تكون بشكل أجمل لو كان التزهير كثيف، فنقلم بطريقة معينة على أساس نبني كثافة في المساحة والأغصان على أساس التزهير، لأن التزهير يكون عندي على الأطراف والنمو الجديد، فأنا كل ما قلمت فراح تخرج أغصان متقاربة ومتداخلة أكثر، فيصير مثل ما ذكرت لما نقطع يطلع عندي غصنين، العادة يكون غصنين، فالغصنين دلين يكونون طرفين نمو جدد، فيكون فيهم تزهير أكثر بدال ما غصن واحد طويل وزهر. فكل ما نقلم لبناء الكثافة يصير عندي تزهير أكثر وتزهير كثيف أكثر. فهذه مثال للنباتات اللي نستخدم معها أسلوب التقليم لبناء كثافة، بالذات النباتات اللي تزهر يستخدم لها أسلوب التقليم للكثافة. فأيضا مثل ما ذكرت راح نبين
فكرة التقليم لبناء الكثافة، ولكن أبغي في هذا الفيديو نفهم الأنواع الأساسية من التقليم على أساس مستقبلا إذا فهمنا المبادئ الأساسية نقدر ننتقل إلى مواضيع معقدة أكثر وأصعب. النوع الرابع والأخير من أنواع التقليم مثل ما احنا شايفين هذه شجرة من أشجار الحمضيات واصلة إلى مستوى أنها يعني تعدت 4 متر، فهذه شجرة مثمرة، فلازم أقلمها بطريقة بحيث أن أتحكم في حجمها على أساس أنزلها وأتحكم بحجمها على أساس مثلا الغصن ما يضايق ممر أو يسد لي شباك أو يميل على جدار أو أي من هاي الأسباب أو غيرها من الأسباب، ولكن إن نقلم من ناحية التحكم في الحجم. عموما التقليم فعلا هو تحكم في الحجم، ولكن أحيانا نقلم للتحكم في الحجم لهدف معين. مثلا مع الأشجار المثمرة ما نبغيها توصل حجمها الكامل، مثلا في أشجار توصل مثلا تتعدى 6-7 متر، فهذه صعب التعامل معها من ناحية قطف، ففي لها طريقة للتقليم على أساس تتشكل مع الوقت ويتحكمون بشكلها على أساس الثمر، وأيضا على أساس الأغصان ما تتشابك وتسبب مشكلة. فهذه من ناحية التقليم للتشكيل أو التحكم في الشكل نفسه على أساس الأغصان ما تتجه في مكان تسبب لي مشكلة، خلنا نقول. يعني أعتقد أفضل تفسير أو شرح لهذا النوع من التقليم أن ما نبغي أغصان تتجه في مكان أن تكون أولا صعب أن نوصل لها أو تكون تسبب لي مشكلة إما في البيت أو في ممر أو في طريق أو جدار أو أيا كان من مشاكل. فنقلم من ناحية هذا المبدأ. ففي هذا الفيديو مثل ما ذكرت في البداية احنا مجرد نبغي نتعرف على الأنواع الرئيسية من التقليم، ومثل ما ذكرت في أنواع أكثر من هذه الأنواع اللي ذكرناها من التقليم وراح نتطرق لها مع الوقت، بس نبغي نفهم الأساسيات في البداية. ومثل ما أيضا ذكرت كل نوع راح نبين له طريقة وراح نفصل فيه وراح نشرح فيه على أساس تتضح الصورة ونشوفها بطريقة عملية وبطريقة دقيقة، بدل ما يكون فيديو واحد بشكل مستعجل ويكون فيديو طويل. فعلى أساس أيضا بالنسبة لكم تقدرون تبحثون عن الفيديو اللي تبغونه النوع المعين في السلسلة وتلقون نوع التقليم اللي تحتاجونه بشكل أدق وأسرع بالنسبة. مهم أن احنا نفهم هاي الأساسيات، وأعيد أذكر بالأنواع الأربعة اللي هي التقليم لإزالة الأغصان الميتة أو الآفات والأمراض، الثاني اللي هو بناء الهيكل الرئيسي والتشكيل لبناء الهيكل والشكل الأساسي للنبتة أو الشجرة، النوع الثالث اللي هو بناء كثافة وكثرة بالذات في النباتات المزهرة أو اللي تزهر، والنوع الرابع اللي هو التحكم في الشكل والحجم. فهذه هي الأنواع الأربعة الرئيسية اللي راح نتناولها في هذه بداية السلسلة إن شاء الله، وراح نتكلم عنها، ومع الوقت إن شاء الله راح نبين أنواع ثانية من التقليم وراح نبين الطرق إن شاء الله. فأتمنى أن استفدتوا من هذا الفيديو الأساسي لفهم الموضوع وأساسيات الموضوع اللي راح نتكلم فيه طوال هذا الموسم اللي هو التقليم. وإذا عندكم أي سؤال أو أي استفسار بخصوص هذا الموضوع، موضوع التقليم عموما، أو أي موضوع ثاني حابين تناقشونه أو تسألون، ممكن تتركون السؤال في قسم التعليقات وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو اللي جاي. في أمان الله.